يمكن كمان من الأدوية اللي محتاجين نوضح وضعها إيه؟ أدوية الأمراض المزمنة. جالنا اتصال عن دواء الضغط وتقال إن كان الدواء بحاجة و70 جنيه بقى بحاجة و90. وضع يعني أدوية الأمراض المزمنة إيه، وهل تعامل نفس معاملة الأدوية التانية ولا ليها وضع خاص؟ تمام، هو ده الملف المهم جدا في اللي احنا بنتكلم فيه، فكرة الأدوية المزمنة، لأن دي خاصة بملايين المصريين. حتى تحديدا يعني لما بنتكلم على الأدوية المزمنة بنبقى بنتكلم على أصحاب المعاشات، الناس اللي تاخد المعاش بتاعها او المشوار بتعمله للصيدليه تجيب الدواء بتاعها. طبعا في مشكله كبيره جدا، في خلينا نتكلم النهارده مثلا ما فيش انسولين مائي، فده مشكله بالنسبه لمرضى السكر. طبعا في اصناف زي ما الاستاذ تفضل وقال، وفي اصناف اكثر خطوره في الموضوع، يعني نتيجه نفس العوامل اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ان المشكله ما اتحلتش، وبالتالي كل يوم المشكله بتتراكم فبيطلع مرضى جداد. كل يوم المشكله بتتراكم فيطلع مرضى جداد يشتكوا ان الصنف بتاعهم مش موجود. طول ما ما قدرناش نحل المشكله، زي ما كنت بقول لحضرتك في الفاصل، زي في 2017 السيد رئيس الوزراء خد قرار كويس جدا ان في حاجه اسمها الدولار الجمركي لشركات الدواء، وشركات الدواء ما تقفش في الطابور بتاع البنك المركزي، لان احنا بنتكلم عن حاجه استراتيجيه خطيره جدا جدا. فبالتالي قدر ان هو يحل جزء كبير جدا بسبب المرونه اللي كانت موجوده. للاسف ده مش موجود في الوقت الحالي. يمكن المشكله اقتصاديا اصعب يجوز، وده اللي باين يعني، ولكن في الاخر احنا عندنا مشكلة حقيقية، عايزين فعلا يكون في حلول للموضوع، مش نقعد نتكلم في الأزمة. يعني الحلول في الموضوع، انا دلوقتي لو واحنا كنا اتكلمنا مع الناس في اعضاء مجلس الشيوخ او مجلس النواب وطرحنا بعض المبادرات، منها مثلا ان اكيد في البنك المركزي دلوقتي هنتلاقي فيه 100 شركة واقفة عايزة دولار. طب اوكي، فيهم شركات ناس هتعمل مضادات حيويه ومنشطات ومسكنات وادويه اخرى موجوده في السوق، اسسني الناس دي واجيب الناس اللي هي بقى بتاعت الادويه الامراض المزمنه، ابتدي اسهل الاجراءات، اعمل شرائح يعني واولويات على هذا الاساس. سهله جدا، مش محتاجه تفكير. بالتالي الشركات دي هتروح تجيب المادة الفعالة بتاعتها، هتصنع الدواء، هي هتكسب والمريض هيتلاقي الدواء بتاعها، وابقى اشوف بقى التارجت التاني اقدر اعمل فيه ايه بالظبط. لكن بصفة عامة كان من المفترض في قرارات من دولة رئيس الوزراء بان يكون في استثناء لهذه الصناعة وللمواد الخام ايضا، ان هي يكون ليها اولوية في الدخول من المواني، ففي توجيهات بالفعل موجودة. في المرة الأولانية من حوالي 6 أشهر لما قدرنا نفرج عن حوالي 5 مليار دولار بضايع، كان الدواء واخد حوالي 315 مليون دولار، قدرنا إن احنا ندخل المواد الفعالة. الكلام ده من حوالي 6 أشهر، من بعدها مفيش أي شيء تم خالص بالمرة. لسه في تكدس؟ جدا طبعا، لسه في بضاعة موجودة في المواني، في شركات ما قدرتش تبعت البضاعة بتاعتها نتيجة عدم توافر الدولار، وهي دي المشكلة الحقيقية بتاعتنا. نقص العملة الصعبة. طيب الأدوية إذن الخاصة بالأمراض المزمنة عندنا نقص في إيه، وهل ليه بديل ولا لا؟ إحنا عايزين برضو نطمن على الوضع. يعني في أدوية الروماتويد دي في مشكلة، بعض أدوية السكر بعضها في مشكلة. ليها بديل ولا لا؟ ليها بديل طبعا، ليها بديل. ولكن في الثقافة بتاعتنا نتكلم بقى في دي شوية، يعني بخصوص أدوية الغدة، الثقافة بتاعتنا إن أنا ما بطلع عند الدكتور بسمع كلامه بالحرف، فيقوم يقول لي اول كلمه يقولها لي اوعى تغير الدواء دوت، فبنزل الصيدلي بيساعدني بيقول لي الدواء ده موجود لكن باسم اخر، فممكن تشتريه؟ اقول له لا مش عايز اغير الدواء دوت. فبالتالي ما عنديش ثقافه او مرونه ان انا ما تلاقيتش البراند اخد المثيل، وهو على فكره يعني مش مطلوب برضو، يعني عشان ما نجيش يعني على المريض قوي، مش مطلوب من المريض يعني ما يعي ياخد روح نقابه الصيادله او نقابه الاطباء ياخد كورس ايه هو البراند ايه هو المثيل، طبعا يعني مش مطلوب خالص. هو بياخد كلام الطبيب مصدق بيه بينفذه جدا خالص، ومش بيثق في حد الا في كلام الطبيب. من هنا بتيجي الاشكاليه الحقيقيه، حتى يعني مرضى الغده في كان في بعض البدائل موجوده، انا كنت اعرف ناس لا محتاجين الصنف، اقول لهم طب ما المثيل ده كويس جدا ايام ما كان موجود، فكانوا لا محتاجين، لدرجه ان هم توقفوا عن الدواء بتاعهم ولا خدوا براند ولا خدوا مثيل، نتيجه احساسهم او الحقيقات الموجوده عندهم ان المثيل مش زي البراند.